نطلب حق باب اللي قتل الباب على اسمه قتلوه. إذا نحن ما زلنا في بيت الشهيد الواجب الوطني والواجب المهني. انتقلنا الآن إلى العائلة، الآن مع الأخ قاسمي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قاسمي طاهر، أخ الشهيد قاسم محمد الصغير الذي وفات في المنية أثناء تأدية الواجب المهني، وسقط علينا هذا الخبر كالفاجعة. نطلب له الرحمة والمغفرة والصبر إن شاء الله. الشهيد خلف 4 أطفال وهذا ابنه الكبير سيف الدين. ربي يرحمه إن شاء الله، يغلبه في الجنة. نطلب من الجهات الأمنية والسلطات الأمنية القصاص للشهيد الواجب قاسم محمد الصغير. هذا ما أطلب.